الآن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، وذلك بمقر إقامته بمدينة مكة السعودية. وخلال اللقاء أكد السيسي تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، معربا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غامبيا في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والدينية، مشيرا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. من جانبه أعرب الرئيس الغامبي عن تقديره وشكره العميق للرئيس السيسي وللحكومة المصرية لدعم بلاده بإقامة عدة مشروعات تنموية بها، مشيدا بالجهود المصرية الساعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول الأفريقية. وفي سياق متصل، استقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمقر إقامته بمكة. وخلال اللقاء أشاد السيسي بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات. من جانبه أكد خان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيدا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال المرحلة الماضية في مختلف المجالات، مشددا على أن باكستان تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه باكستان لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل. تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برفقة وزيري الإنتاج الحربي والشباب والرياضة أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم. وقام مدبولي بعمل جولة في عدد من مكونات الاستاد، من بينها المقصورة الرئيسية وما تم من تغيير وتطوير بمدخلها، وأرضية الاستاد التي جرى الانتهاء من الأعمال بها لتكون على أكمل وجه تزامنا مع انطلاق البطولة، واطمأن على الانتهاء من تطوير غرف خلع الملابس للاعبين، كما اطمأن مدبولي على الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة. أقر التحالف الدولي ضد داعش بمقتل ما لا يقل عن 1302 من المدنيين دون قصد منذ بدء عملياته عام 2014 بسوريا والعراق. وأشار التحالف في بيان له أنه شن قرابة 34 ألف غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه يجري النظر حاليا في 111 تقريرا بشأن مقتل مدنيين ولم يتم الكشف عنها بعد. وصف وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي الوضع في ليبيا بأنه صعب للغاية ويتطلب تعاونا دوليا أوسع. وقال ميلانيزي خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب إن الأمر يتطلب صبرا كبيرا فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار في ليبيا، مشددا على ضرورة وجود تعاون دولي أوسع، مضيفا أنه لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها.